اوشي ديشز اطباق اوشي. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك للقناه وشير. ما تنسوش كمان تفعلوا جرس الاشتراك عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. وصفتي النهارده وصفه صحيه، هنعمل بيتزا البتنجان. بيتزا بس من غير عجينه، هنستخدم بدل العجينه البتنجان. كلها فوائد صحيه ومغذيه جدا. انا عندي بتنجان قطعته شرايح بنفس السمك دوت زي ما انتوا شايفين كده، عندي جبنه موزاريلا، عندي مشروم متقطع شرايح، فلفل رومي لونه اصفر، عندي زيتون اسود متقطع، وعندي زيت زيتون، انا هستخدم زيت الزيتون. الصلصه اللي انا هعملها علشان احطها على البتنجان، عندي 3/4 من الطماطم المهروسه من غير قشطه، 3/4 كوبايه، عندي بصله مفرومه بشكل مكعبات صغيره، عندي فص ثوم مهروس، عندي معلقه صلصه صغيره، عندي معلقه صغيره من السكر، ملح وفلفل اسود، وعندي اوريجانو وزعتر. اول حاجه هعملها ان انا هجيب البتنجان بتاعي. انا ديت بتنجانه كبيره قطعتها بنفس السمك دوت زي ما انتم شايفين كده، ورشيت عليها ملح. بعد كده هجيب زيت الزيتون وهرش على كل واحده كده رشه خفيفه من زيت الزيتون. هدهن زيت الزيتون كده على البتنجان اللي عندي بالشكل ده. بعد كده هجيب المشروم المقطع برضو واحطه فوق البتنجان علشان انا عايزاه برضو يتشوي مع البتنجان في الفرن. بعد كده دهنت برضو المشروم اللي عندي بحاجة بسيطة من زيت الزيتون. دلوقتي الصينية بتاعتي ديت انا هدخلها الفرن. الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180، حوالي من 20 لـ30 دقيقة. مجرد لما الاقي البتنجان بتاعي ان هو احمر وبدأ ان هو يستوي بعد كده هشيله. دلوقتي بقى هعمل الصوص الطماطم اللي انا هحطه على البتنجان المشوي. هجيب عندي طاسه واحط فيها زيت زيتون، بعد كده هضيف البصل، هقلب البصل مع زيت الزيتون لغايه لما يبقى شفاف، بعد كده هضيف الثوم المهروس، هقلبه مع البصل بس هديله تشويحه بسيطه، هضيف معلقه الصلصه وهقلبها مع البصل والثوم، هضيف معلقه السكر الصغيره. انا قبل كده قلت ان السكر دوت انا دايما بحب اضيفه مع اي حاجه بحط فيها صلصه، سواء صلصه المكرونه او اي نوع من الصلصات الثانيه، علشان السكر دوت بيقلل من الحموضه. هضيف بقى عندي الزعتر والاوريجانو والملح والفلفل الاسود. دلوقتي انا هقلب الصلصة بتاعتي والطماطم وكل المكونات ديت مع بعض كويس جدا، وهسيبهم حوالي من 10 لـ15 دقيقة لغاية لما ياخدوا النكهات بتاعت بعض وكمان تتثبت عندي الطماطم. الكمية عندي مش كتير فمش هتاخد معايا وقت كتير، مجرد ما هلاحظ ان هي اتثبتت خلاص هطفي عليها. وبكده الصلصة بتاعتي خلاص بقت جاهزة، قعدت معايا حوالي 10 دقايق بالظبط، ما خدتش وقت كتير. دلوقتي انا هطفي عليها وهسيبها على جنب لغايه لما البتنجان بتاعي يتشوي ويبقى جاهز. البتنجان بتاعي بعد ما قعد 25 دقيقه بصوا عامل ازاي، استوى تماما وطري جدا من جوه. انا واثناء ما هو بتشوي في الفرن قلبته للجهه الثانيه ودهنتها برضو بزيت زيتون وخليتها لغايه لما اتاكدت ان البتنجان بتاعي استوى تماما. دلوقتي بقى ان انا هبدا ان انا احط كل المكونات اللي عندي. هحط الصلصه اللي انا عملتها من شويه معاكم وافردها على البتنجان بالشكل ده. دلوقتي هوزع الفلفل الرومي الاصفر اللي عندي. دلوقتي بقى هوزع الزيتون الاسود المتقطع برضو على البتنجان المشوي. احط دلوقتي اضافه من عندي، ولو عايزين ان انتوا تستغنوا عنها مفيش مشكله، هحط حاجه بسيطه كده من البقدونس. واخر حاجه بقى هضيفها على البتنجان اللي عندي هي الجبنه الموزاريلا. واخر حاجه دلوقتي هعملها ان انا هدخل البتنجان دوت تاني الفرن، هشغل الشوايه من فوق لغايه ما الجبنه تسيح وتحمر حاجه بسيطه. وده شكل بيتزا البتنجان بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اوريكم شكلها عن قرب عامله ازاي. شوفوا الجمال بتاع البيتزا البتنجان عامله ازاي.
تحفة جدا ولذيذة جدا وخفيفة قوي قوي، خفيفة حلوة للناس اللي بتعمل دايت، حلوة للناس النباتيين ما بيحبوش ياكلوا اللحوم، الوصفة ديت ليهم. وبكده وصفتي النهاردة تكون خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. شكرا متابعتكم ليا، واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.